الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الميامين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وجنده ومقوية سلطانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمستشهدين بين يديه. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. يا أبناء العراق، يا أبناء وبنات شهيد المحراب وعزيز العراق، أيها الأوفياء لهذه المسيرة المباركة التي انطلقت ونمت وامتدت واستمرت ببركة دماء الشهداء والعلماء والصلحاء لتصل إليكم راية وأمانة ومسؤولية، حدودها وأطرها القيم والثوابت والمبادئ. وعمقها وجوهرها العقيدة والشريعة والعمل الصالح. فهنيئا لكم هذا الثبات وهذا الإصرار والاستمرار والاستقامة. في كل عام في الأول من رجب نحيي يوم الشهيد العراقي، ذكرى استشهاد الأب القائد والمرجع الشهيد والعالم الرباني شهيد المحراب الخالد، والذي يتزامن في هذا العام مع الذكرى السنوية لرحيل سفير المرجعية العلامة الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم طاب ثراه، والذي اغتيل برصاصات الغدر الصدامي في السودان في 17 من كانون الثاني عام 1988 ميلادي. ويتزامن أيضاً مع الذكرى السنوية الرابعة لقادة الانتصار، نحيي ذكرى شهيد المحراب لنجدد العهد والتمسك بثوابته ومبادئه. التي رسمها وجاهد من أجلها واستشهد في سبيلها، مؤكدين المضي على نهجه وقيمه الأصيلة التي تتمثل بالآتي: أولاً، العقيدة الصحيحة. فكل تيار جماهيري وكل حركة في المجتمع ينطلقان من عقيدة ورؤية واتجاه سليم، مع مراجعة دائمة ومراقبة مضاعفة لمساراتها وأدوارها وتمسكها بالثوابت والأهداف.
وقد كان شهيد المحراب متمسكاً بعناصر العقيدة ومفرداتها، منطلقاً من تعاليم الإسلام السمحاء ومبادئ التشيع الغراء، بعيداً عن الإفراط والتفريط والمغالاة والتقصير، فكان ملتزماً على امتداد مسيرته بقول الإمام الباقر عليه السلام: يا معشر الشيعة، يا شيعة آل محمد، كونوا النمرقة الوسطى، يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي، أي الاعتدال الخالي من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. ثانياً، الهوية الأصيلة، إذ كان شهيد المحراب مصرًا على الالتزام بالهوية الإسلامية الناصعة والشيم العربية الأصيلة والأعراف العراقية النبيلة التي تميز مجتمعنا وتصونه وتحافظ على وحدته وتاريخه وحضارته العريقة. إن الهوية الأصيلة هي التي تضمن احترام الذات وتضمن احترام الآخر، فالضياع والهوان هما مصير من لا هوية له ولا عنوان. إن الإسلام والقرآن والنبوة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام والمرجعية الرشيدة، هذه هي معالم شعارنا وهويتنا وعقيدتنا ومقدساتنا التي نتمسك بها فخراً واعتزازاً والتزاماً. ثالثاً، العدالة والاعتدال. حيث تعلمنا من شهيد المحراب الخالد أن أي حراك اجتماعي أو سياسي يجب أن يرتكز على هدف سام يتمثل في تحقيق العدالة للجميع ومكافحة التطرف والتمييز والتهميش في كل زمان ومكان. فالعدالة مطلب إنساني فطري وركيزة أساسية. فالعدالة مطلب إنساني فطري وركيزة أساسية لبناء مجتمع فاعل متعايش يعززه حضور فعلي ملموس للجميع، كما أن الاعتدال في المواقف والسلوك والخطاب هو مبدأ أساسي في الوسائل والغايات على حد سواء، كما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في وصف أتباعه وشيعته بقوله: إن غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا، في دلالة واضحة على ضرورة الاعتدال وتطبيق العدالة في كل موضع وفي كل حين. وفي شأن التيار الوطني، أبارك لكم أيها الأحبة ما أنجزتموه وحققتموه في انتخابات مجالس المحافظات مؤخراً من مشاركة فاعلة ونصر كبير وعودة واثقة ميمونة إلى ساحات العمل ومساحة القرار والإنجاز، وما كان ذلك ليتحقق
لولا الإخلاص الحقيقي والتوكل على الله والمصداقية والإصرار على المبادئ وتأكيد الوجود وتثبيت الحضور بصولاتكم وغيرتكم التيارية المعهودة. أقولها بفخر واعتزاز، لقد أثبتتم يا أبناء الحكمة والحكيم قوتكم وقدرتكم على المطاولة والصبر والاستمرار، وقد كشفتم بوضوح زيف مخططات السوء التي أرادت تحجيمكم وإبعادكم وإخراجكم من الساحة بفعل التزوير والتشويه والتسقيط، وقد رددتم الصاع صاعين وانتصرتم باعتدالكم وحكمتكم على من أراد بكم سوءاً بالمكر والخديعة والتلاعب، وأثبتتم مجدداً أن قوة المنطق تتغلب على منطق القوة. وأثبتتم مجدداً أن قوة المنطق تتغلب على منطق القوة، وأن قلاع الاعتدال والوسطية حصينة ومنيعة وجاذبة، وأن العقلانية سيدة الموقف، وأن شعبكم تواق للمصداقية والكلمة الطيبة والعمل الصالح. فالنصر نصركم أنتم أيها القادة وأيها الشباب، يا أبناء وبنات الحكمة، يا أنصار شهيد المحراب وعزيز العراق، هنيئاً لكم حلاوة النصر وقوة العزيمة وحصاد الجهد والحماس والميدانية. إن وحدتكم وتعاونكم وتعاضدكم كان ولا يزال مفتاح الفلاح، وسر النجاح يكمن في هذه الوحدة وهذه الهمة وفي النوايا السليمة والعمل المشترك والتكاتف والتعاضد. وهذا النصر ليس نصراً لمؤسسة تيارية أو مجموعة بعينها أو للقيادة وحدها، بل هو نصر لتياركم بكل أبنائه ومنتظميه ومحبيه وأنصاره. إنه ثمرة الغيارة وحصيلة الوحدة وحصاد الإيثار. أيها الأبطال الأبرار، لقد حققتم الإنجاز بالوحدة وبالصبر والبصيرة والمبدئية، فلم تسمحوا لليأس والإحباط أن يؤثر على عقولكم النيرة وقلوبكم النقية، بل اتخذتم من الصبر درعا ومن العمل المضاعف هدفا ومن رد الاعتبار مقصدا، فحققتم الغايات وحصدتم من التعب والعناء ثمرة الثقة والمحبة والتأييد من أبناء شعبكم الكريم المعطاء. كما أن هذا النصر يمثل حصيلة التراكم والاستمرار في الخطاب والفعل والقرار وعدم الانجرار وراء الانفعالات والتقلبات، فمن كان ثابتاً ومستقيماً وعارفاً بمسالكه فإنه سيكون كالجبل راسخاً شامخاً، ويكون بعيد النظر وراجح الرؤية
ينظر ما وراء الأحداث ويستشرف المستقبل، لا متزلزلا ولا متقلبا كتقلب الأمواج. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وكنتم صابرين ثابتين ماكثين على الأرض بما ينفع شعبكم وأهليكم، فمن الله عليكم بالعزيمة وسدد خطاكم بالنصر. إخوتي وأخواتي وأحبتي وأهلي، يا نبض العراق، إن ما جرى سابقاً وما حدث اليوم فيه دروس وعبر وتجارب علينا الالتفات إليها وتعزيزها والتوقف عندها. ما هذا الانتصار وحصد المقاعد والفوز بها إلا الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهي خدمة الناس وقضاء حوائجهم. الخدمة، خدمة الناس وقضاء حوائجهم، هذا هو الهدف من كل هذه الجهود والأتعاب. وعمران المحافظات، لكي لا يقولوا بعد 20 سنة لا زالت التجربة فيها فشل، يجب أن ننجح ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا لشعبنا، لرفد وطننا الحبيب وصونه واستقراره. المسؤولية الأكبر بدأت الآن، الانتخابات هي بداية مرحلة وليس هي النهاية. علينا التفكير والعمل وبذل الجهود المضاعفة لتحويل ما حصدتموه إلى آليات فاعلة لخدمة المجتمع وبناء الدولة وإعمار المحافظات بالتعاون مع جميع الشركاء الذين فازوا بثقة الشعب. واعتباراً من الآن فصاعداً، ليس أمامنا هدف إلا توحيد الجهود في كل محافظة بشكل مستقل وبين المحافظات بشكل عام وبينها وبين المركز في إطار وطني مسؤول لتحقيق البرنامج الانتخابي لتحالف قوى الدولة الوطنية والبرامج الخيرة الأخرى التي تصب في مصلحة أبناء شعبنا الكريم. لابد أن تكون لدينا أولويات محددة في مجالس المحافظات تكمل مسار الحكومة الحالية للأخ السوداني وتصب في تحقيق النجاح واستكمال خطوات البناء وتعزيز الاستقرار في البلاد، وهو ما نجده ماثلاً في النقاط الآتية: أولاً، لابد من تفعيل مجالس الأقضية من حيث القانون وآليات اختيار قائم مقام يتحلى بالكفاءة والنزاهة، بالكفاءة والنزاهة والشجاعة في اتخاذ القرار. فالمنظومة الخدمية في مجالس المحافظات لا تقتصر على وجود المحافظ فقط، بل يجب أن يتحول رؤساء الأقضية إلى وزراء تنفيذيين للحكومة المحلية ليكونوا خير سند وعون للمحافظ، فلا يحتكر أحدهم السلطة لحسابات عشائرية ومناطقية فقط، بل يجب أن تحضر الخطط وآليات خدمة الأقضية والنواحي بلا تمييز أو استثناء. هناك محافظين قاموا بخدمات، بس تجي تشوف وين الخدمة مقدمها؟ ماخذ كل إمكانيات المحافظة وحاطها على منطقته، على عشيرته، على مدينته، وعايف المدن الأخرى. هذا تمييز بين الناس، هذا غير مقبول. نحتاج إلى محافظ
ويقف إلى جانبه قائم مقامية في كل الأقضية، وينهض بإعمار المحافظات بكل مدنها، بكل عشائرها، بكل مناطقها، دون تمييز أو استثناء. ثانياً، لا بد من تركيز أعضاء مجالس المحافظات على مهامهم القانونية في الدعم والرقابة على أداء الحكومات المحلية، وأن يكون هناك تنسيق عالٍ بين تلك المجالس وبين مجلس النواب. فلا إعمار بلا قانون. نسمع اليوم يقول هذه المجالس المحافظات زايدة، أريد محافظين يأخذون المحافظة قبالة ويروحون يركضون بها. لا، هذا لا يصح. يجب أن يكون هناك رقابة، يجب أن تكون هناك مجالس محافظات تساعد المحافظين وتشرف عليهم وتدعمهم وتراقبهم في الوقت نفسه. فلا إعمار بلا قانون، ولا نجاح بلا رقابة وتقويم. ولا بد أن تلتقي الرقابة مع التنفيذ، فلكل مسؤوليته، وعلى الجميع أن يتكامل مع هذه المسؤولية لتحقيق النجاح والمصلحة العامة للمحافظة. ثالثاً، لا بد من تطبيق البرنامج الانتخابي الذي على أساسه صوت الناخبون ومنحوا أصواتهم لأعضاء مجالس المحافظات الفائزين. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. هذه عهد وعهد، لبيك يا حكيم. عهد وعهد، لبيك يا حكيم. عهد وعهد، لبيك. هذه دعوة لكل الفائزين من كل الكتل. ما وعدتم به الشعب وفزتم على أساسه، اليوم يوم تنفيذ هذه الوعود وتطبيقها، وليس نسيانها والتغافل عنها. وأولى أولويات هذه البرامج الانتخابية هي خلق فرص العمل لشبابنا، وتهيئة الأرضية المناسبة لتوفير المشاريع الضامنة لفرص العمل، بما يحقق طفرة نوعية في القطاع الخاص في العراق. ومن دون هذه الرؤية لا نستطيع مواجهة تحديات البطالة بين صفوف شبابنا من الخريجين وغيرهم. لنبدأ مشوار التنافس والتسابق على الإنجاز والخدمة وتحقيق الأجمل والأفضل في كل المحافظات، ليكون العراق كله ورشة عمل على مدار الساعة. فليتنافس المتنافسون على الخدمة لا على الامتيازات، وعلى الإنجاز لا على المكاسب، وعلى المصلحة الخاصة وعلى المصلحة العامة لا الخاصة. وليكن العمل من أجل الجميع، لا من أجل جهة أو فئة أو مجموعة. وبودي مخاطبة الفائزين من قوى الدولة الوطنية في مجالس المحافظات بالقول إن إخوانكم في التنظيم جميعاً لم يقصروا في دعمكم وإسنادكم، وقد أولاكم التيار الاهتمام والرعاية والعناية الفائقة، ووقف معكم ليلاً نهاراً، وبذلت الجهود الكبيرة لإيصالكم إلى مواقع المسؤولية والخدمة. فما عليكم إلا رد الجميل لتلك الجهود ولأبناء شعبكم بالعمل الدؤوب والمضاعف والتصدي بعزيمة للخدمة والتواجد الميداني. قلناها للمرشحين قبل الانتخابات ونقولها الآن لهم، أريدكم بالميدان، أريدكم في خدمة الناس، أريد تليفوناتكم شغالة لتعرفوه ما تعرفوه، اللي ينخاكم تركضون وياه، هذا توقعنا.
من كل الفائزين في هذه الانتخابات من قوى الدولة. فليكن همكم الأول والأخير هو رضا الله وخدمة الناس وتلبية مطالبهم وتنمية محافظاتكم وعمرانها. إن أبناء الحكمة أثبتوا مجدداً أنهم لا يجلبون المصلحة لأنفسهم، بل همهم وغايتهم وطنهم وشعبهم، ولذا فهم يتوقعون ممن يتصدى للمسؤولية أن يكون على قدرها بالأمانة والنزاهة والكفاءة والخدمة والخدمة والخدمة. ليحق لهم لأبناء هذا التيار التباهي بعمله وفعله وخدمته. هذا الفائز الذي يخدم الناس، أبناء الحكمة يتباهون به، يشيلوا على رأسهم، يقول هذا أخونا، ركضنا له وصوتنا له وفاز، والآن نبيض وجهنا أمام الناس وأمام الله سبحانه وتعالى أولاً. وأما من يخون أمانتهم وثقتهم ووقفاتهم فينبذونه ويتبرؤون منه ومن سلوكه. على راس سيد علي السيستاني، أيها الفائزون بثقة أهلكم، اكسبوا قلوب الناس وقلوب من وقفوا معكم بالخلق الكريم والفعل الصالح والوفاء، فقد جربتموهم أيام الشدة وخبرتموهم أيام الرخاء، وهم كما يليق بأبناء الحكمة والحكيم مخلصون مثابرون خدومون وثابتون في الميدان. وين الحروبك وينك صدام النادي وينك؟ وين الحروبك وينك صدام النادي وينك؟ وفي الشأن الدولي والإقليمي ما زال الكيان الصهيوني الغاصب موغلاً في طغيانه ورعونته، في قتل الأطفال والنساء من أهلنا في غزة والضفة، وما زال الموقف الدولي خجولاً أمام محاولات وقف نزيف الدم وإرجاع الحق إلى أهله. إن القضية الفلسطينية متجذرة في عقول ونفوس العراقيين جميعاً، ولا يمكن السكوت أمام هذا الطغيان والعدوان السافر على الأرض والمقدسات والاستهتار بأرواح الأبرياء من المدنيين وغيرهم من قبل الكيان الصهيوني الغاصب. وعلى الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وجميع الأحرار في العالم أن يتخذوا موقفاً جدياً لإيقاف هذه الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني. إننا نحذر من محاولات إعادة التوتر إلى المنطقة، فالحوار والتفاهم هو الأساس الذي يجب أن يسود، فالمنطقة لا تحتمل مزيداً من التهور والمجازفة والعبث. وفي هذا السياق نستنكر وبشدة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن الصامدة وخرق سيادتها واستهداف منشآتها، ونحذر من توسيع دائرة الحرب القائمة على غزة والمخاطرة بالأمن والسلم الإقليمي. لقد كلفنا تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الكثير من التضحيات، ولا يمكن التهاون في ذلك. وفي الوقت الذي نستنكر فيه استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق،
كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل. وفي الوقت الذي نستنكر فيه استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق ونعتبره تجاوزاً مرفوضاً على قرار الدولة وسيادتها، فإننا نرفض تماماً كل أساليب الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي، ونعتبره تجاوزاً على سيادة العراق وأمنه واستقراره. ولا يمكن أن تبقى هذه التجاوزات مستمرةً في بلد نعمل جاهدين على استعادة ريادته وحفظ أمنه واستقراره. حمى الله بلدان المسلمين والعالم من كل سوء، وحمى الله شبابنا وشباب المسلمين من آفات الشر والانحلال، وحفظ الله مراجعنا العظام ولا سيما المرجع الأعلى الإمام السيستاني دام ظله الوارف، وقواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي، ورحم الله شهداءنا الأبرار وقادة الانتصار والشهيدين الصدرين وشهيد المحراب وعزيز العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.